مساء الجمال، احنا رجعنا لحرب المقالب خلاص. بص عشان انسي مفتوح وعندي فكره مقلب النهارده رهيبه. بص انا الفتره اللي فاتت اتكلت مقالب، فانا جه الوقت اللي انا هاخد فيه حقي. محمد يلا بسرعه تعالى معايا. صباح الفل، صباح العسل. مفيش وقت، هنصبح في العربيه. افتح لي الباب بسرعه يلا، عشان احنا النهارده عندنا مقلب هنعمله وانت هتساعدني فيه. صل على النبي. المقلب ده هنتعمل فيه ان احنا هنولع في عربيه يحيى النهارده. العربيه دي البي ام الجديده هولع فيها النهارده. خد يا عم تعالى، والله مش بهزر. افتح لي بس الباب وهفهمك كل حاجه. مش فاتح يا عم. يا عم والله افهمك، تعالى والله. بس انت طلعت ولع في العربيه يا عم، والله ما تخاف. تعالى امشي يا عم بعيد يا عم. يا عم تعالى بس، انا رايح اجيب المجرم اللي هيولع علينا فيها. والله ما تخاف، افتح بس الباب. والله الراجل مستنينا في الشارع. والله هتولع في العربيه يا عم، تعالى هفهمك كل حاجه. افتح بس الباب. ما اعرفش بيخاف ليه ده. الفيديو ده مهم ان انتوا توصلوا لي ال 150 الف لايك عشان احس ان انا فعلا اجتهدت. ولا ايه؟ عربيتي اللي هتولع فيها العربيه دي ازاي؟ الواد هيحضر وقت يفهم كل حاجه. هتولع ازاي يعني؟ يا عم خرجني يا عم، ما تخافش. هما مالهم بيخافوا ليه؟ ما انا قلت هنولع في العربيه بقى احنا هنولع في العربيه. عربيتي اللي هتولع فيها. اركب. طيب تعالى. هتعمل ايه؟ تعالى بس. لا مش هفهم يا عم، والله ما تخاف. افهم قبل ما امشي. طب تعالى هفهمك في الطريق. انا مستعجل جدا لان يحيى في الجامعه دلوقتي، ويحيى لازم يجي من الجامعه ويدخل البيت. يحيى اصلا بره بالعربيه بتاعت محمد لان هي اللي كانت واقفه الصبح ورا السلاسل يعني، وخرج بيها. فمصلحه، انا اول ما لقيت الوضع كده قلت بس ما بديهاش فرصتي وجات لي. وانتوا عارفين طبعا انا بمسك في الفرصه، انا عمري ما هلاقي فرصه وهسيبها. تعالى يا حلو يا جميل، ادخل. صل على النبي. صلى الله عليه. احنا هنولع في العربيه. هو مش يحيى خرج بعربيتك؟ اه حلو قوي. يحيى على ما يجي مثلا، هو ممكن قدامه ساعه ولا حاجه على ما يجي من الجامعه. اول ما هيدخل البيت هيلاقي العربيه بتولع، واحنا قاعدين جوه مش واخدين بالنا. هو انا قصتي انت هتعمل ايه مع يحيى؟ القصه انت هتولع في العربيه ازاي؟ هولع العربيه اللي هتولع فيها. هولع فيها يا عم. هتولع فيها انا ماليش دعوه، ما تجيش جنب العربيه. ايه المشكله يا حمد؟ وايه المشكله انت عبيط؟ هو احنا مش لازم نعمل مقالب؟ هي المقالب دي مش حاجه مطلوبه وحاجه مهمه؟ قول مثلا نفك الجنود، نجيب بتاع الافراح دوت اللي بيلون ده ونقعد نلون له. ده لعب عيال. امسك كده، امسك انت بس الكاميرا كده بعد اذنك. انت النهارده خليك ماشي معايا، وخليك ماشي ورايا وانت مش هتندم. والفيديو ده انا متاكد ان هو هيعدي ال 150 الف لايك وهترجع تقول حسن قال. والفيديو ده بسببه القناه بتاعتنا هتوصل لل 3 مليون مشترك. هولع في العربيه. هولع في العربيه. ده الناس هتنفخك. انا هولع في العربيه النهارده. انت متاكد ان الناس هتدوس لايك عشان هتولع في العربيه؟ انت لا متاكد؟ بس انت كمل معايا للاخر ونشوف. بس انا كل اللي انا طالبه منك ان انت تساعدني في تثبيت الكاميرات. انت عايز تعمل زي الواد الروسي اللي ولع في العربيه بتاعته المرسيدس يعني والكلام ده؟ يا باشا روسي ايه؟ المصري، احنا الفراعنه. تقول لي الروسي؟ انا الفرعوني الصغير، ما تقوليش الروسي، ما تشبهش. والله العظيم يا جماعه انا ماليه دعوه باللي هو بيعمله دوت، وانا ماليش اي حاجه. كويس ان هو عرفني عشان امنعه. انا رايح دلوقتي اقابل حد، ده اللي هيدينا البنزين والسولار والحاجات اللي احنا هنولع. طب البس الحزام. البس الحزام عشان صدعتني. انا عايز البيت كله النهارده يبقى متغرق كاميرات. الجراج يبقى فيه كاميرا، الريسبشن جوه يبقى فيه كاميرا، البيسين يبقى عليه كاميرا، لو طلعنا في الدور التاني فوق يبقى فيه كاميرا. انا عايز كاميرات في البيت كله. البيت كله يبقى فيه كاميرات. مش محتاج كاميرات. لا محتاج. كاميرا واحده كفيله اصلا. لا محتاج، معلش انا عايز كل حاجه تبقى بتتصور. انا عايز لو حد دخل الحمام يبقى بيتصور. ليه بقى؟ عشان بقالي كتير ما بعملش مقالب. بس انا يوم ما بقول انا هعمل مقلب بعمل مقلب، ما بيبقاش اي كلام. الله ينور عليك كده. المهم قربت. الله ينور عليك يا باشا. كده يا جماعه احنا خلاص بدانا نجهز في الخطه، ودلوقتي هنروح عشان خاطر نجهز الكاميرات بتاعتنا. يحيى جاي في الطريق. انا ما بتنامش. بس ايه رايك في الفكره؟ هتوجعه ولا مش هتوجعه؟ انا هعمل نايم. ماشي هتعمل نفسك نايم؟ هعمل نفسي نايم. استنى بس لما يرد. الو. ايه يا يحيى؟ ايه يا اسطى، وانت فين كده؟ لسه خارج من الجامعه اهو. طيب قدامك قد ايه كده يا اسطى عشان انت بالعربيه بتاعت محمد صح؟ اه. طيب بس عشان خاطر انا كنت سايب فيها ورق كده بتاعي. ماشي مش هتاخر ان شاء الله. طب على طول يا بس بالله عليك يا اسطى، ما تحوتش في حته. هو انا في الطريق اصلا جاي اهو. ماشي يعني يا دوم هقوم بس. جاي تنام فوتني، يعني ما. يا عم لسه صاحي، هقوم اخد دش كده واصلي وتكون انت جيت. ماشي هسافت السكه. ما تطولش بس يا بالله عليك عشان بس مستعجل. يا عم والله معروف عيد. ماشي يا اسطى، يلا خلي بالك من نفسك. ماشي سلام. سلام. يا نهار ابيض.
انت عايز بايظ. لما تبقى بتكلم حد وعايز تعور عليه اعمل اللي انا عملته. عايز بايظ. كان باين على صوتي ان انا نايم. انت كنت عايز تتلقرف منك بالتليفون. ده الناس اللي بتتفرج قرفت منك. يعني الفيديو ده لازم يوصل ل 150 الف لايك. اه عشان النومه دي. عشان لو ما وصلش ل 150 الف لايك والله مش هعمل مقلب تاني. يا شراني خش. مش هنلحق نثبت كاميرات على فكره. ليه؟ مش هنلحق. لا هنحط حتى كاميرتين ولا حاجه. يلا خش 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 انا هتعامل. تعرف تمسك الموبايل في ايديك مثلا وتداري تحت زي ما بنعمل. هحاول احاول او اشوف زياد ولا نيره ولا اي حد عشان انا المفروض ان انا اكون بطفي معاك. أوه. يعني. طيب ماشي تعالى. انزل بس. مو بس احنا عايزين ايه بسرعه عشان خاطر مفيش وقت. ايه ده ومحمود جه؟ ايه ده ابوك جه هنا يا اكرم؟ مرزق المقلب هيبقى فيه ولا ايه؟ نعمل مقلب فيه؟ لا مش هينفع تجيب حد من البيت. هو المقلب في يحيى بس. حلوه كده لسه مظبوطه ولا ايه؟ كمان مظبوطه الله ينور. جابك هنا كلها اهم حاجه؟ كل حاجه جايه. الله ينور عليك. انت حاططها فين؟ بس هي على الكرسي كده على الكنبه مش هتبان؟ مش هشوفها؟ مش هشوفها الطميه الازاز ده متصمم وبعدين اصلا الدخان هيقلب الدنيا. استنى كده. اه فعلا مش باينه من هنا. ايه اللي ناقص؟ ان انا اجيب السكوتر ده هنا عشان ما اشوفش السلك. اه سلك الكهرباء. اه هو ان شاء الله مش هيبان. لا ما انا حداريه يا باشا مش هخليها تيجي هنا اصلا. الله ينور عليك. ايوه كده انا عايزك تشغل لي دماغك عشان خاطر ايه الايام اللي جايه فيها مقالب كتير. مش باين صح؟ انتوا كده شايفين انا ولكن مش هتشوفوا المكنه المفروض ان هي جوه هنا. بس احلى حاجه ان هنا ايه متفايه كده كله جاهز. لو ما فيش فمي اصلا الدخان مش انا بدوس كده ما... يعني هي كده هيوقف على تك الزرار صح؟ انسى. بس اهم حاجه عايزين نداري المفتاح بقى عشان نفتح مفتاح العربيه. انا هخبيه. عيب عليك زياد. انا عايزك تخش تراقب لي الكاميرات. ها اول ما يحيى يجي تديني ايه تديني كمان. يحيى معتمد على المرفقين كده. الله بس 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 خلاص بقى بس خلاص يا عم. الاحسن يجي دلوقتي. الاحسن نوصل اللي يجي دلوقتي واحنا واقفين. تعالى يلا ندخل. استنى اقفل العربيه. اقفل العربيه. بس كده تمام. نستناه بقى. يلا 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 خش خش نستناه يحيى بقى نراقبه في الكاميرا على ما يجي. انا سايب له الباب مفتوح اصلا عشان ايه يدخل على طول. يلا يا عم يحيى. يلا يا حاج يحيى. ما يلا يا عم احنا هنفضل مستنيينك للصبح. مش عارف. يلا اهو جه اهو جه. يلا تعالى يلا تعالى تعالى ليه قاعدين زي ما احنا. اهم هو حاجه وانت اصلا ما تقفلش البيت ده خليك فاتح. ماشي ماشي, ماشي. انا هحاول اخبي المفتاح ده. اخبيه فين؟ هات جاستر حطه تحت هنا. خليه هنا. خليه في جيبك. خليه في جيبك. خليه في جيبك. هنخرج نتعامل طبيعي ونبقى بنطفي مع العربيه. ده فتح الباب ما شافش بالدخان اصلا. ما خدش باله. ما خدش باله من العربيه. ما خدش باله من الدخان. ده مش شايفها. مش شايفها. ده مش شايفها. مش شايفها العربيه بتدخل. مش هيشوفها الا لما يقرب منها. ربنا يستر ما يشوفهاش وهو داخل بالعربيه وبيلبسني في الحيطه. هيكسرني العربيه. هو المفروض كده. المفروض كده شايفها لان المفروض عينه اصلا بتبقى على العربيه اللي قدامه. المفروض ان هو عينه تبقى على العربيه اللي قدامه. بس هو المفروض ان هو كده شافها. محمد اقفل الشباك ده شويه. اقفل الشباك ده شويه. كده فاهم عشان ايه؟ ما يشوفنيش. هو مش عارف هو شافها ولا مش شايفها. اه ده راح العربيه. راح العربيه. راح عليها؟ اه بيحاول يفتح العربيه. بيحاول يفتح العربيه. يلا يلا بس اقعدوا 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 عادي 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 اقعدوا عادي كده. مفيش اي حاجه من ورا يا ناس. مفيش حاجه. احنا ما نعرفش حاجه. اما يقول لك اتخطي. حد يشرب معايا اهو. وانت كمان؟ تعالي انت كمان. انت كمان عايشه بابا معايا؟ اه اعمل ايه؟ عمال اتدخن بره. انا عربيه. بتدخن ازاي؟ هو انت مش انت كنت بعربيتي انا بره؟ يا عم انا عربيتي لقيتها بره بقى. قادر العربيه بتدخن عربيتي. الحق. افتح 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 العربيه بسرعه. ده افتح. ابعد المفتاح. بعيد. ابعد المفتاح. ابعد المفتاح يا غبي. ابعد المفتاح. شوفه بعيد. المفتاح فين؟ ابعد الاسكوت. بقى العربيه. وانت ركبت السيريا الجديده؟ هات هات. سيري دي يا عم. انت كنت مرايه حمرا. انزل انزل. ده كله عكس في الكهرباء. العربيه مش انت كنت بره بالعربيه ديت يا ابني؟ يا ابني انت بترش ميه على ايه؟ يا عم انت اخر الطاب العربيه فين؟ رجع العربيه بتاعتك ورا. طب شوف المفتاح يا ابني. هات المفتاح. حد يجيب المفتاح بسرعه. هات يا سيد المفتاح بسرعه. هات يا سيد مفتاح البي ام بسرعه. يا ابني ادخل المفتاح مفتوح. انا بشوفك.
الدخانه جايه من تحت. الدخانه في حاجه مولعه تحت. اه بصش كده في حاجه مولعه. الدخانه جايه من تحت يا محمد. يا بنتي فين المستشفى؟ اتخلص يالا. يا ابني انت بتدرش ميه على ايه؟ يا ابني انت بتغسلها. اصبر. المفتاح فين يا ابني؟ ما هو بيجيب المفتاح مع راسه عشان شايف الدخانه جايه من بره ولا من جوه. يا عم ما بترشش ميه. ايوه رشش ميه. الرقمونة. طب خليها تولع انت حر. شوف يا ابني. يا ابني هات المفتاح. طيب الشباك مفتوح. عايز افتحها ما بيرش عليا ميه. المفتاح مش معاك. لا. طب هي ازاي؟ يا ابني المفتاح مش معايا. يا لهوي. ازاي يعني المفتاح مش عارفين هو مع مين؟ انتوا بتهزروا. طب استنى استنى كده. هات هات حاجه اكسر الازاز. هات حاجه اكسر الازاز بسرعه. اكسر الازاز. اكسر 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 الازاز. انا هفتح. استنى هي تنفع تفتح من جوه؟ اه يا يحيى اكسر الازاز بسرعه. اصبر بس اصبر بس يا محمد. اصعد بس اوعى اكسر الازاز. يابا مش لاقيه يا شايف فين المفتاح يالا. وصلت له وصلت له. هو بصوره العربيه القديمه؟ لا انت افتح يا عم. وسع اكسر الازاز يا محمود. اكسر الازاز يا ابن العربيه هتولع. يا ابن العربيه هتولع. وسع. دور على المفتاح. وانت بتتكلم كتير ليه؟ خدش دور على المفتاح. خدش دور على المفتاح. ايه انا اكسر الازاز. الازاز احسن ولا العربيه كلها؟ كان زمانك دورت عليه وجاي. ما انا معرفش. ما هو الازاز راح يشوف. روح انت بص. انا لقيته. بص عليه بص عليه. ممكن يكون في العربيه. انت خرجت بيه؟ ممكن يكون في العربيه. استنى يكون خرج بيه. الدخان بيجي على الفيسبوك. يا سيد الخلطوم روح دور على المفتاح. يابا بطفيها. هو احنا مش عارفين الولع جايه منين. هات الخلطوم. هات الخلطوم. اهو في واحد مفتاح ضاع وهو في الشارع. يلا دور على المفتاح. انت مش يا بنتي. حتى طفيت الحريق من عندي. حاسس حتى طفيت الحريق من عربيتي. طفيت الحريق؟ طفيت العربيه دي بسرعه جدا. طفيت يا ابني. طيب يا عم اخلص. طب اتخرج العربيه دي بره لتكون فيها حاجه تنفجر يا حسن. حسن استنى يا محمود. انا هطفيها لكم. استنى بس عليا اصبر شويه. هات طفايه الحريق. خرج العربيه دي بره بسرعه يا حسن. بتخرج ازاي الطفايه دي؟ تخرج ازاي؟ اه اهي فتحت. وسع وسع وسع. انا هطفيها لكم. وانت جاي بتطفيها؟ طيب نصبر اما اجيب المفتاح. انت هتسيبوا العربيه لما تولع. يا فندم وسع. يوسف اوعى. اصبر يا يوسف. اوعى يا يوسف. اكتب ايه؟ طب حاول يا ابني اكسر الازاز. طيب بس هي اتطفت كده. اتطفت خلاص. الاستيفن فين؟ كنت بتصور ايه؟ طيب هات المفتاح بقى يا حسن. هات يا محمود. هات يا محمود. استنى استنى يا عم. انت بهدلت الدنيا. امسك دي. امسك بس. وانت بتطفي ولا بتغسل؟ طفي يا عم. هو عيل مهمل اصلا. هو ده السبب في اللي احنا فيه كله. اتحرك. طب اما ابرد دلوقتي يا متخلف. الواد غبي قوي. مرمي على الارض. يا ابني افتح خلايا تشوف الدخان دي طالع من ايه. ازاي المفتاح يبقى مرمي كده في الجنينه؟ يا نهار ابيض. هات الطفايه بقى. هات طفايه الحليب بسرعه. كده كده كده. يعني انا يا جدعان فاضي للاستهبال اللي بتعملوه ده؟ مش عارف يا ابني. جرقوا جرق يا اف يا. استنى يا عم. الحمد لله جت سليمه. بس عايز في كهربا. في كهربا يا ابني. كهربا. في كهربا جوه. اقفل بالمفتاح. اقفل بالمفتاح. حاسب يا دي السلامه. افصل الكهربا. اوعى اوعى اوعى. يلا وريني هاخد ازاي بقى. يلا هيموت. افتح له عادي. يخرج والله حرام عليك يا عم. الحمد لله رب جت سليمه. والله حرام عليك. الحمد لله جت سليمه. الحمد لله دكتور. الحمد لله. ده انتوا وقفتوا لي قلبي يا جدعان. انت وقفت لي قلبي. والله ده انا كنت هموت. انا اقتحطوب بساحت. اصل المشكله مشكله. الحمد لله. الحمد لله. انت عايز تتدرب علق. الحمد لله. ادخل صلي ركعتين شكر لله. صلي ركعتين شكر لله ان هي جت على قد كده. اوصيك بقى المكنه دي تعينها عشان حفل البيبي ادم بقى. الحمد لله يا رب. انا مش قادر. انا قلبي هيقف. ايه لازمته البهدله؟ انا قلبي هيقف مش قادر. يعني الراجل جاي من الكليه تعبان. انت هتمثل. انت قاعد بتتابع الكاميرا معانا عشان الخير. ما هخش اغير. خش يا ابني غير. خد. انا لو منك. انا لو منك اخد العربيه ديت وهبوظها. لا يا عم في عينك حرام. طب ما تركب عربيتك. انت يا اسطى مش بتعمل فينا مقالب؟ انا عملت فيك انت مقلب؟ اه.
طب اوعى تعرف انت مش بتعمل فيا مقلب ولا ما بتعملش؟ اه بعمل سكه ودغري. ابنك جايب ورق في الكليه بقى. ابنك جايب ورق مهم في الكليه وهو جاي. انت زعلان اهم حاجه؟ انا بحب اصحابي. في فلوس في جيبه على فكره. ده في حاجه ده في تليفون. تعالى بقى هات ما تنامش. لا انت لا ما فوتش. صالح يا حسن بعد اللي انت عملته فيه ده. لا حصل. تعالى يا حسن. يا عم اوعى اوعى انا مش قادر اتحرك. يا رب لا تعورني يا حسن. يا رب اهلي اهلي يا امشي معاك. اوعى يا اوعى يا انا اللي حقك عليا حقك عليا. كنت عملت المقلب في محمد عشان هو اللي سافر وسافر. اذا كان محمد اصلا في سعيد مش كان لقيته هنا فهو طبيعي هيعرف بالمقلب. كنت عملت المقلب فين؟ اهون عليك يا حاجه. لا ما انت عملت الغمضه وسافر لسه المقلب بتاعنا اللي هنعمله فيه. وربنا ما يحزن. تعال يا حرام عليك يا حسن. تعال ننزل نعوم انا وانت. تبني في حيالي هنزل نعوم. تبني في حيالي يا تخليك راجل يا خليك انت راجل يا تخليك راجل يا. طب اللي هينط معايا البيسي ليه مني 50 جنيه؟ الطفايه اللي انت فضيتها لي دي روح تملاها بقى. ما بتتمليش انت تشتري واحده جديده على لا بتتملي يا حبيبي. العربيه اللي انتوا هتبتدوا تاخدوها تكسروها جوه بره. خش غير هدومك. تعالى يا سما نروح نعمل العربيه بس عامله ازاي. بس المقلب نجح. المقلب نجح. اه قفلت العربيات بهدلت خالص. العربيات بهدلت. طب انت بدأت الطفايه ليه؟ ده انت حالي خالي قوي. بس المقلب ناجع. المقلب ناجع. الجو من ساعة. انا مبسوط. اصل انا بقالي كتير ما بعملش بقالي. اغسل اغسل اغسل. بس ايه رأيك يا اسطى وانا برميه في المسبح؟ ايه رأيك وانا بزقه في المسبح؟ تعال مفتري. تعال مفتري. يا سلام على حبي وحبك. بهدلت لي العربية. اغسل دي معاك بقى. بعد كده اي حد يفكر انه يتحداني، يفكر ان هو يأذيني، يفكر ان هو يضايقني، هنفخه هنفخه هنفخه. كده الفيديو بتاعنا خلص ويا رب يكون المقلب ده عجبكم ولازم يوصل ل 150 الف لايك عشان لو وصل لو وصل ل 150 الف لايك هتاكد فعلا ان هو عجبكم وان انتوا عايزين مقلب تاني اقوى منه. وانا في الحاله دي مش هيكون عندي غير حل واحد بس ان اعمل لكم مقلب اقوى منه. نشوفكم على خير ومع السلامه. بس بقى تعالى عشان ناخد العربية دي نوديها المغسلة.